تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عصر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.